مشاهدينا أهلا بكم في خبر جديد يأتيكم من قناة الجامعة. جامعة جنوب الوادي تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون. شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عبد المنعم الدردير عميد كلية التربية انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون، وذلك تحت شعار تمكين الأشخاص ذوي متلازمة داون من إسماع صوتهم والتأثير على سياسة وقرارات الحكومة بدمجهم بشكل كاف في المجتمع، والذي ينظمه قسم الصحة النفسية بكلية التربية. وأكد الدكتور عباس منصور في كلمته بأنه يمكن تحسين نوعية حياة المصابين الذين يعانون من متلازمة داون من خلال تلبية احتياجاتهم من توفير الرعاية الصحية، والتي تشمل إجراء الفحوص الطبية المنتظمة لمراقبة النمو العقلي والبدني وتوفير التدخل في الوقت المناسب، سواء كان ذلك في مجال العلاج أو تقديم المشورة أو التعليم الخاص. كما يمكن للمصابين بمتلازمة داون تحقيق نوعية حياة مثلى من خلال الرعاية الأبوية والدعم والتوجيه الطبي ونظم الدعم القائمة في المجتمع، مثل توفير المدارس الخاصة، وكل هذه الترتيبات تمكن المصابين من تحقيق ذاتهم. وأشار الدكتور عبد المنعم الدردير عميد كلية التربية بأن منظمة الصحة العالمية تحيي اليوم العالمي لمتلازمة داون تحت شعار تمكين الأشخاص ذوي متلازمة داون والذين يدافعون عنهم ليتكلموا ويسمعوا ويؤثروا على سياسات وعمل الحكومات للتأكد من أن يتم دمجهم بشكل كامل ومتكافئ مع الآخرين في جميع نواحي المجتمع. مشاهدينا، وصلنا معكم لنهاية خبر اليوم. دمتم في رعاية الله وأمنه.